أحلى راديو. أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بالجميع في عدد جديد من سبور بلوس في موعده الرمضاني اليوم نهار 13 أبريل 2022. تحية كبيرة برشا لكل متابعينا ومسامعينا سواء كانوا داخل تونس أو خارج حدود الوطن. حلقة ساخنة ليلة في سبور بلوس، مرحبا بالجميع. في EFM سبور بلوس اليوم نحكي. النادي الإفريقي يتأهل في صدارة المجموعة الثانية ويضمن نقاط الحوافز في البلاي أوف. الإفريقي النجم الاتحاد المنسيري دونك رسميا في مرحلة التتويج من البطولة في انتظار مآل المجموعة الثانية. الهلال الشابة رسميا في الرابطة المحترفة الثانية الموسم المقبل، وترجي رجيس والأولمبي البيجي في البلاي أوت. عودة اليوم إن شاء الله بكل تفاصيل على الجولة الختامية للمجموعة الثانية اللي تلعبت قبيلة شوية. كل التصريحات من مختلف الملاعب، الأرقام وكل ما يخص الجولة الختامية من المرحلة الأولى من البطولة. كذلك نحكي على نادي رياضي صفاقسي، الجماهير تقتحم قبيلة شوية ميدان التمارين وتوقف حصة التمارين. شنو اللي قاعد صاير في صفاقس؟ تفاصيل بعد شوية مباشرة من صفاقس. هذا وغيره إذن من الأخبار والمسجدات. نسلموا برشا على كل فريق الأعداد، أمير في الإخراج بشرة في العمل الصحفي، أيمن وعبير في السيت ويب وفي السوشيال ميديا وفي الإخراج الرقمي، والـ FM TV إيهاب ووائل. معكم أيمن زروق، رفقكم في سويعة من زمان. الرحلة تبدأ توتسويت ومتواصلين بعضنا حتى للستة امتاع العشية، وسعيد بوجودهم معايا في التحليل الفني وفي التعليق على المسجدات وعلى التصريحات وعلى الأرقام. يرجع لنا من جديد عمار جمال. مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بك سيدي. مساء النور، مرحبا ايمن، مرحبا سمير طارق. وليت كنغيب عليكم اخويا، نحس روحي اخويا في عالم اخر. واش تضرب لغه موجود بحذاكم؟ واش تضرب لغه؟ والله حقيقه، والله الحقيقه، والله وليت نستعجلكم، والله والله نقصتني حاجه، والله والله حتى انا قاعد يسالوا فيه كل مره وينو عمار، مره نقول لهم كورونا، مره نقول له يحضر في العرس، مره نقول لهم كذا. جديد هو عمار جمال في مدرسه المشاغبين، قاعد يقرا على روحه. اين عمار؟ عمار جمال قاعد يحضر في الكاف بي باش يولي مدرب الدنيا. ان شاء الله يا اخوي، ان شاء الله يا اخوي. والله تحيه للاداره الفنيه في الجامعه التونسيه لكره القدم، ولا راسهم شي صغير زويته اللي قرنا حسابنا كاش مدرب. لازمني يا اخوي تونس هذيك هي اخوي، نبدا نضرب في اللغه تو بس من تحت. حس مس اخوي، لا تحس مس في الراديو. لا والله يا عمار، ثور عمار يراني في كيف. والله العظيم يا ودي التكلوات، التكلوات من لا تكون حتى اللي على البنك كلها التكليف. الرينيون تكنيك يقول كان توصية وحيدة للملاعبيته، اهبط تاكل. هذاك هذاك هو عمر جمال كمدرب. راه في روحي يا خويا سيميوني نبدا ماشي جاي على الليني يا كابوت. ريت كنت تطلع في روحي يا خويا. والله يا عندك الحق يا اللي راني بخير. والله لا فهمت يا خويا، وتبدا تهيش في الجماهير. نبدا نهيش خويا، نبدا عايش في الطرح يا خويا. ان شاء الله ان شاء الله انجور ان شاء الله. تحية ليك، تحية ليك يا عمار، وتحية للقسم نتاع اللي قاعدين يعديوا معاك في الكافي. معناتها تسمع على سامي دوخ، معناتها في راسك خالد بدرة، زيد جزيري، رياض البوعزيزي، يمين الشرميتي، يوسف المساكني. شوف ايمن والله هذه بادرة، سامح الدربالي بادرة طيبة. كيفاش لموكم الناس؟ لا جو والله مدرسة المشاغبين بالعكس. هو الحقيقة، الحقيقة هذه عندنا قديش واحنا نحكيو عليها، اللي جوار اللي لعبوا في ليشيل انترناسيونال ولعبوا في معناتها الرابطة المحترفة وفي ليكيب ناسيونال، ما نجموش يعديوا مع الناس اللي مستواه ممكن خارج من قصر الصعيد ولا خارج من كذا. عندهم لافونتاج، حياته كاملة عديه في الكرة، يلزم يكون عنده افونتاج، وهذه احسن حاجه عملتها الاداره الفنيه انه تعطي افونتاج للملاعبين هذوما اللي عطاو لتونس ويستاهلوا باش ياخذوا معناتها الشهاده نتاعهم. على غير سيدي مرحبا بك طارق سالم، ونرحبوا بك زاد سمير السليمي. مساء الخير، مرحبا بك. خلنا ديريكت، خلنا فيها ديريكت. عمار الله يهديك، الله يهديك. تحيه ليك خويا، تحيه للناس اللي يسمعوا فينا، الناس الكل. الله يهديك، كاش يقول حاجه الله يهديك. الله يهديك خويا، خلي بعد شقنا الفطر يا خويا. الحصه البارح عندي ميسيون تاع كالم محليه هكا، نظم تاك تاك يا عمار، دخلت بعض يا عمار بربزها. على ذكر الحكايه ذي، على غرار الفيدراسيون فرونسيز دو فوتبول، نفس الشيء عملته مع لي جوار نتاعها لي انترناسيونال نتاعها، ما يعديوش مع الاخرين، يعديو وحدهم. زيدان وديشان وغيرهم من الاسامي الكبيره توا ولا مدربين كبيره، يحلوا لهم ديسيسيون وحدهم، يعديو وحدهم. وقتها في الوقت هذاك طلبنا من الفيدراسيون، نحكي لك في التسعينات وفي اول الالفيه، طلبنا من الفيدراسيون قلنا لهم يا ولدي حلوا اللي لعبوا في المنتخب ما تميزوهمش، لكن حلوا لهم سيسيون وحدهم. تعرف علاش؟ هاو مع احترامي للناس الكل، ساعات يجيك شوفور تاكسي مغروم يحب يراني، ومن حقه، من حقه بيان سور، من حقه يعدي
تقاه معاه قاعد معك فرد طاولة ولا عطار وصارت هذه الحكاية راي ولا إنسان اللي عمره ما عنده معناه حتى حتى علاقة بالكرة يحب يعدي من حقه مش مش من حقه ولكن ولا حتى أستاذ ولا بنكيجي ولا اللي هو أستاذ أو بنكيجية وغيرهم يحبوا يعديوا هذا من حقهم ولكن ما تحطهم الزدة مع الناس اللي لعبت في المستوى العالي لك ورزمو تو تحسنت أمورك في خضم هذه الكل أتساءل من هو الانستركتور المعلم اللي قري في المدرسة نتاع المشاغبين في هالأسامي هذوما معناتها كيفاش باش ينجم يمتريزي عمار وشرميتي وزيد جزيري معناتها شكون منظر الكبير معناتها ولا قلصي ولا ربي معاه الله يكون في العون اليوم الصغير زويت اخويا ربي ربي عينه اخويا جاي عند الصغير زويت صغير ما عمار اخويا فهمها فهمها الحكايه مسكين اش عملت عمي في حياتك يا صغير زويت مش حتي تروحك في المحطه هذيا اي سيدي ندخل مباشره في صلب الموضوع بعد شويه باش نبداو وباش ناخذوا كل التفاصيل الخاصه بالجوله الختاميه اللي تلعبت اليوم لكن البدايه الحقيقه ثم مسجدات في صفاقس باش نقولوها توت سويت لانفو دو جور الجماهير قبل شويه تحتاج وتوقف حصه التمارين شنو الحكايه وشنو التفاصيل موجود معنا مباشره فارس الحياني مراسل اي اف ام كان موجود على عين المكان ناخذ من عنده كل التفاصيل مساء الخير اهلا وسهلا فارس مساء الخير ايمن تحيه لك وللي كيف الكل بالفعل للاسف اليوم تشنج كبير في صفاقس انا كنت موجود في الحصه التدريبيه كما تعرفوا نادي صفاقس عنده برشا محلش تمارين الجمهور في بلاغ البارحة يعني أمس كان هبط قالوا أنه حصة النهار الأربعاء والخميس باش تكون مفتوحة للجماهير اليوم على بكري الجماهير كانت موجودة قبل ما يتحل باب ستات بركلا موجودين جماهير نادي صفاقس اللي حضرت اليوم في الأنكس نتاع ملعب طيب الميري كانت متشنجة كانت غاضبة على وضعية الفريق في مرة أولى كان هنالك يعني توتر غضب وصياح شتم اتهامات للاعبين بالتقصير في العطاء على الميدان كانت فما لافتة كبيرة ترفعت بما معناه يعني شعار الفريق رزلنا عليكم كان مساج من الجمهور للملاعبية ثم في مرحلة أولى معناه في شوط أول معناه كيما المباراة فما بعض الجماهير اقتحمت الميدان مش الكل يعني نجزوا من الجرياج اقتحموا الميدان حكيوا مع الملاعبية لكن بحدة معناه للأمانة حتى في طريقة الكلام كانت كاسحة باش يوصلوا المساج انهم مش راضيين مش فرحانين بالمردود والعطاء على الملعب الغضب كان على الملاعبية يعني على الملاعبية فقط العالم اللاعبية يعني قالوا أنه مش بشي تسامحوا مع ثلاثة نقاط متاع ماتش حملهم في نهار الاثنين يعني في المهيري كان غضب على اللاعبين لأنه مردود التيلاني في سيوا في ماتش حمام سوسة ولا في ماتش السيابي في بنزرت معناه المردود ما كانش راضين عليه الملاعبية لحد لهنا يعني ركحت الأمور وتم استئناف الحصة التدريبية يعني قصات اللعبوا تقريبا 20 مينوت وبعد اقتحموا الجماهير الميدان حكيوا مع الملاعبية عملوا كما نقولوا دومي سيرك القعدوا وحكيوا معاهم كذا الملاعبية ساكتين معناه وصلت المساج ركحت الأمور وتم استئناف الحصة التدريبية لكن الجماهير تمادات في الغناء والأهازيج اللي فيها شتم للاعبين وبطبيعة الحال مع الأجواء المتشنجة والتنسيون كانت طالعة عند الناس الكل أقل ردة فعل من الملاعبية اللي على الشتم معناه الملاعب اللي يهز راسه ولا يهز عينيه شوية معناها يزيد يهيج الجمهور ياكل على راسه بلغتنا نحن ياكل على راسه معناتها وتم اقتحام الميدان الفرعي من طرف الجماهير الحاضرة معناها الجمهور الكل معناها مع هروب الملاعبية في ظل الأعداد الكبيرة معناها من الجمهور اللي كانت تجري في التيران واتجهوا الملاعبية لحجرات الملابس بسرعة لحجرات الملابس كان هنالك يعني حتى تشابك مع بعض اللاعبين لكن تم تطويقه أيمن دحمان حاول يهدي الأمور يعني كقائد فريق يحكي مع الجمهور لكن تونسيون كانت طالعة برشا وغادر كذلك الإطار الفني وتم إيقاف الحصة التدريبية للأسف ما كملتش الحصة التدريبية ما كانش فما مسؤولين يعني باستثناء الفريق الإعلامي المتكون من خونا محمد الطاهري وسليم ناجي اللي كانوا حاضرين حاولوا يهديوا الأمور يطوقوا الغضب الجماهيري لكن دون جدوى ما فماش مسؤولين وهذا اللي صار بالضبط معناها التفاصيل اللي حكيت لكم لأني كنت موجود في الأنكس نتاع المهيري اليوم يعطيك صحة فارس الحياني مراسل اي اف ام في صفاقس طارق سالم تشنج كبير برشا الامور مع الاسف ما حبيناش وما نحبوش يصيروا حاجات من النوع هذايا في اي نادي كان سواء نادي صفاقس ولا اي نادي انه الجماهير تقتحم الميدان ما يلزمش يصير ماهوش فوضى هي الدنيا ماهيش فوضى الملاعب اوكي نجم يقصر تنجم تنتقد وتنجم احنا في تونس استأنسنا بالسب نهار الماتش ولا في اونترمون اما انك تعتدي وانك تقص معناتها حصة تدريبية ماهوش معقول معناها هذا دور المسؤولين المسؤولين معناتها في غياب المسؤولين سي نورمال باش تصير فوضى وكأنها معناتها
ممنهجه شويه معناتها ممنهجه الحكايه انه المسؤولين يغيبوا وانه يخليوا الجمهور بعد نتيجه سلبيه للعاده يترينيو من غير جمهور تخلي الجمهور يدخل هكاك بالطريقه هذيك وكانهم هما بيدم حتى المسؤولين يحبوا يخرجوا الملاعبيه راس راس هما الورك الدور المسؤول هو حمايه الملاعبي يا اخي الملاعبي هذاك شكون جابه ولا حبت الهيئه تعدي مساج للملاعبيه من خلال المسار حبت تعمل بريسيون على الملاعبيه ماشي في بالهم كيما فئه من الجماهير انه كي تسب الملاعبي وتضرب واحد توا يربح هذه الكرة ماهيش هكاك راي الكرة راي علم راي الكرة ناس تحضر ناس تخدم على روحها قداش من شهور ناس يلزمها تعرف تختار الملاعبية الباهين يا اخي الملاعبية شكون جابهم انت ما هم مسؤولين صحيح المريول رزين عليهم لكن مش من اليوم مش ماتش السيابي رزين عليهم من اول العام ونعرفوه الشيء هذا تجيب لهم مدرب كل شهرين ثلاثة مدرب ومدربين اجانب الاجنبي هو حتى يتعلم يعرف العقلية التونسية فما بالك مع ملاعبية مش خالصة دونك معناها ماهيش غلطة كان ملاعبية ملاعبية انت كان ما جبتهمش راهم يلعبوش في السي اس اس انت انتدبت اش باش تعملهم دونك هذه فوضى ما يلزمش تصير فما بعض الجماهير اللي الحقيقة معناها يتحسوا راهو هذيك سبونتاني لكن فما بعض الجماهير تستغل الأوضاع هذه الابتزاز ملاعبية ومسؤولين عمار ما بين انه الجمهور من حقه انه يمشي للملاعبي ويحثوا على العطاء وينتقدوا و سمحني ايمن حاجه صارت قبل لكن قبل صارت بطريقه مهذبه صارت يختاروا بعض من بعض الجماهير يختاروا ان سيليكسيون ويمشيوا للتراء ويحكيوا مع الملاعبي ومع المدرب هذا معقول عادي جدا اقتحام ميدان لكن اقتحام وضرب واعتداءات واحد ماهوش معقول ولا ما بين انه هذايا لوكتين بين الجماهير اللي متغش على الملاعبيه نتاعها اون بارتيكولي تحب تعمل عليهم شويه بريسيون بينت انه تمارين مثلا في وقت سابق والمده طويله ياسر انه تقام دون حضور الجماهير تحالت الجمهور بالذمة على ما يبدو حسب ما نفهم انا من كلام طارق انه كما نوع من المجلس انه فوالا هاو اليوم ثم جماهير الويكلو فازي جمهور كونفرونتاسيون مع الملاعبيه وشويه بريسيون للملاعبيه قبل ماتش حملهم وتاهلوا البلاي اوف البريسيون ما تعطيش بالعنف وما تعطيش بانك تسكر ولا تمنع الحصه التدريبيه للنادي انه معناها ونعرفوا نادي رياضي صفاقسي مازال يلعب باش يمشي لمرحله البلاي اوف بصراحه اللي صار عيب عيب خاطر اول حاجه راهو الممارسات هذه من الجمهور اللي قاعد تدخل تمشي لونترينمون تسب وتشتم الملاعبيه وزيد في رمضان معناها فما برشا حاجات ما تنجمش تحلها بالمشاكل هذه لازمك تمشي تشجع اخويا انت حليت الباب على القليله اخويا تمشي جمهور نادي رياضي صفاقسي يشجع يقول الكلمه الباهيه عادي هذه معنا تشوف انت في الاوروبا انه مسؤولين يجيوا يحلوا الميدان ويقولوا للجمهور اقتحموا وسبوا الملاعبيه بصراحه فما حاجات غريبه قاعدين نعيشوا فيها في تونس يا اخويا انت تحب تعمل بريسيون ومن حقك انك تعمل بريسيون الجمهور اخويا يقول الكلمه الطيبه ويشجع جمهور نجم رياضي الساحلي قبل كان يسب في الملاعبيه وقت اللي تبدا الخساره وكان يجي للتيران وكان عرف انه الحاجه هذيك ما عندها وين توصل النجم الرياضي الساحلي للمده الاخرى كي قاعد يتعدى بمرحله صعيبه ووصل حتى في المرحله معناها في الكلاسمون قبل الاخر الجمهور كان معناها يمشي بطريقه سلميه وكان يشجع تحسنت الامور فوالا هذيك كيفاش تحل المشاكل نتاع النادي مش بالبريسيون مش بالسبين ومش بالعرك واقتحام الميدان خاصه هنا لانه ثم سلامه نتاع اللاعبين تعرف النجم ثم امور نجم تخرج على السياق نتاعها سمير عندك ما تعلق في الموضوع عندك بسرعه قالوا لاولاد كل شيء فوضى عارمه هذه فوضى عارمة مش كان سياسة في النوادي التونسية الكل في الشارع التونسي الكل بصفة عامة احرق العجالي يحط الكياس وبرا هو ماشي ما هكا ولا ولات فوضى عارمة فوضى عارمة اش معناها تمشي تسب ملاعبي في الانترنمو وتوقف سيانس انترنمو هيا سيدي الملاعب اللي سابيته هساكم مش هروح مش هروح فما 20 لاعب يتسبوا في السي اس اس اليوم مشاو هزوا سكم ومشاو روحوا قالك ما عادش لاعبين الكرة بطلنا شكون مش يلعب في السي اس اس غدو شكون مش يلعب ما يلعب حتى حد دونك السي اس اس تطيح هكا ولا اذا كان مش تلعب بالجونيور وكان باش تموتيفي الملاعبين بالجمهور مش بالطريقه هذه المدرب فاش قاعد يعمل ابتزاز مع طارق انا ابتزاز انا نعرف انا عشت جمهور ونعرفه يبتز الملاعبيه يمشي يسبك جمعتين ثلاثه من بعد يجي يقول لك اعطيني فلوس وتعطيه ولا يسبك ما تعطيش يسبك فهمتني ولا موجوده هذه في الانديه التونسيه الكل هنا السؤال الكبير وين الاداره يا اخي حطيتوا بالو كانون تي الملاعبيه نتاعك وبعت لروحك وين الاداره انت اعلنت على وين الاداره نهايه الويكلو في التمارين مع تدعيت الجماهير باش تجي انا ملاعبي كان جيت موجود في السي اس اس الملاعبيه الكل معاش نترناو الا ما تتوفر ضمانات
ضمانات على الاقل حمايه للذات البشريه نتاع الانسان. شنو ناكل تريح انا في التيرا؟ معقول هذا؟ نبطل الكوره انا جمله واحده. دونك انا فما عمليه ربما ممنهجه او فما حاجه اللي، لكن جمهور السي اس اس يعرف مش بالطريقه هذه باش تتحسن الامور نتاع السي اس اس. اوكي انا بيدي ثلاثة اربع ماتشات اخرين قلت السي اس اس مش معروفه، ماني ما عقلناهاش، ما فماش روح، لكن مش بالطريقه هذه باش تصلح الامور. مبهي. نخرجوا فاصل صغير هذا في خصوص كل ما صار وتفاصيل اللي صارت في الحصه التمارين نتاع نادي رياضي سيقسي قبيله شويه. نخرجوا فاصل ثم باش نرجعوا على الجوله اللي تلعبت اليوم، الاستنتاجات والتصريحات ونزول هلال شاب الى الرابطه الثانيه. لا اي اف ام احلى راديو. مرحبا بكم جديد في سبور بلس. هو 5:22 دقيقة توصيف. نحكيه على الرابطة المحترفة الأولى والبداية بمباراة هلال الشيبة والنادي الإفريقي. تاكو تاك. هلال الشيبة رسميا في الرابطة المحترفة الثانية في الموسم المقبل، رسميا نهاية موسم هلال الشيبة في المركز الثامن والأخير، يلتحق بنادي حملنف في في الرابطة الثانية الموسم المقبل. الحصيلة رياضيا لم 13 نقطة في الموسم كامل، عمل فقط 3 فوز 4 تعادلات و7 هزائم كاملة، تساوي في نقاط 13 نقطة مع ترجي جرجيس. لكن المواجهات المباشرة بين ترجي جرجيس وهلال الشيبة في صالح ترجي جرجيس، وبالتالي رسميا وحسابيا هلال الشيبة موجود في الرابطة المحترفة الثانية. سؤالنا في تاكوتاك، نزول الشيبة هل هو مستحق للليغ 2 أم أنه تضرر من التحكيم الموسم نتاع السنة؟ يعني هات نقولوها بالدارجة، السؤال هذا نزيدو نبسطوه ونقولوه بالدارجة. الشيبة في ديفيزيون 2 كرة وإلا تحكيم؟ كرة وإلا تحكيم. نبدأ معك عمار جمال 40 ثانية الإجابة على السؤال هذايا. 3-2-1 توب كرونو. والله هلال الشيبة ما يجي يلوم كالروح بصراحة، فما برشا نقاط ضيعها على أرضية ميدانه، دخل معناه في مشاكل اللي هي معناه لا علاقة لها معناه بكرة القدم. بصراحة فما نوعا ما من التحكيم، لكن خلينا نقوله 80% هلال الشيبة معناه من مستوى متاعه معناه كروين بصراحة، ما هزش النقاط اللي لازم معناه يفوز به، وخاصة ضيع برشا نقاط على ملعبه اللي هو خليته معناه يتيح للدرجة الثانية. 80% كرة 20% تضرر شوية من التحكيم، هذا شنو يقول عمار جمال؟ طارق سالم، توافق الرأي نعم أم لا؟ هل تعتبر أنه الشاب اليوم موجود في الرابطة الثانية بسبب التحكيم أم بسبب كرة القدم يستحق النزول؟ 3-2-1 توب كرة. أنا بالنسبة لي فما ثلاثة أسباب. السبب الأول هو سنة كاملة من غير كومبيتسيون، وعقاب الشاب أكيد باش يأثر على الملعبية، فما ملعبية خسرتهم، فما ملعبية ما نجمتش تجيبهم، دونك تأثر. التحكيم في بداية الموسم فما سمعنا التشكيات لكن ما شفناش باينين على خاطر ما اللي ماتش مهم في تيليفيزي، لكن سمعنا برشا التشكيات من برترون مارشون، من واللي ما عويدوش يتشكى من ليزاربيتر برترون مارشون في برشا ماتشوات ولا رئيس الواحد. لكن القصد الكبير هو من الفريق نتاع هلال الشابة اللي عجز على الانتصار في اغلب في برشا مقابلات كانوا ديسيزيف في الشابة، اخرهم مقابل سليمان. مقابل سليمان كان انتصر هلال الشابة، راهو ما يلعبش في الوحدة الاخرى، راهو ما طاحش، راهو بعيد على تعادل النجم خاصة، ولا فهمت فما مقابلات الهزيمة في اخر دقيقة مع نجم قصدك كان متعادل انهزم. فما مقابلات ضيعهم هلال الشابة، ما يلوم كان نفسه، لكن فما مقابلات اثر فيهم التحكيم وتاثير السنة الفارطة زاد عنده دخل. ناخذ صوت الحكمة ورايك سمير ونسمع قبل مارشان توفيق المكشر ونعلقوا على الكلام نتاعهم. برترون مارشان اليوم في ندوة صحفية تحدث على اسباب نزول هلال الشابة للرابطة الثانية. ندوة صحفية كان حاضر فيها زميلي قيس بنينة، نسمع اهم ما قالوه. Je suis triste pour le club pour les joueurs parce que on méritait mieux. On a quand même une équipe qui joue au football. On a fait le match qu'on devait faire. Malheureusement, on n'est pas toujours aidé sur les buts encaissés ou les buts qu'on n'a pas marqués. Je dirais que c'est dommage pour le football tunisien qu'une équipe qui joue au foot de cette manière soit écartée du championnat. Mais il y a toujours du négatif et du positif. Mais quand on marque des buts, souvent on nous les efface. Donc c'est pas facile. On a été victime de la situation parce que depuis deux ans, on a galéré un peu. On était à contre-courant. كنا ضد التيار، هذا من بين ما أهم ما قاله برتران مارشان. كذلك نسمع توفيق المكاشر رئيس هلال الشيبة كذلك في تصريحه في ميكرو زميلي قيس بنينة. هذا بديع يوزع في النتائج أكتب في الماتشات اليوم، احنا عارفين النتائج من بارحة موجودة عارفينها بدنا يكتب. مش معقول انت تحط تربيتها اليوم من زفرنا وقتل احنا عنا معقادية، يعني في الآخر ماتش عنا معقادية مشهورة.
هذا اللعبه الرقابيه يعني مش كل كان احنا اليوم خسرنا عم نهدر واحنا ما عملونا حتى حاجه حتى احنا نريد مضبوط مضبوط معناها ضد الاطار عندنا رئيس جامعه اليوم ما يفرق يطلع يهبط يحب يبين القوه نتاعه هو بالعكس يبين الفشل نتاعه بطريقه هذه بيعمل الشيء اللي عمله له الشيء هذا ويطيحها راهو الناس اللي يقولوا شعبك السحر وهذه بطل علي احنا فرحانين وسعوديه وان شاء الله يزيد يجيب النتائج في الكيف ناسيونال وان شاء الله معناها يزيد يورينا الكره اكثر من هيك. باهي سمير سليمي بيرترون مارشون المدرب يقول انا نحب تونس لكن مسكينه الكره هنايا في تونس. يقول هلال الشاب سي تريست معناتها حاجه محزنه انه فريق يلعب كره قدم جميله كيما كيك يلقى روحه في الرابطه الثانيه. يقول معناتها لقينا روحنا عكس التيار برشا مرات جاي الحكام ضدنا. كذلك توفيق المكشر بين ما قالوا يقول انه نتائج الكره نعرفوها من البارح ايش باش يصير نتائج نتاع اليوم قال نعرفوها من البارح ونخدموا حدنا ضد منظومة كاملة لكن مع هذا نتحملوا مسؤوليتنا كاملة. هذا شنو يقاله توفيق المكشر؟ بطبيعة الحال كل واحد ووجهة النظر الخاصة به ورأيه خاص به وهو رأي محترم كسوى الرئيس هلال الشابة ولا البرتون مارشان. أنا حسب اعتقادي صراحة باش نكون واضح وصريح ما تفرشش في برشا ماتشويت متاع الشاب معناها نظرا لانه المباريات ما تعداش في التلفزيون دونك ولكن نقيم النتائج ونقيم بعض المباريات اللي شفتهم. النتائج نتاع الشاب بقطع النظر منظومه حبوا يطيحونا نتائج معروفه ودرا شنو كل ما نحبش ندخل في الموال هذاك ولكن نقول انه الشاب البقاء نتاعها ولا حتى البلاي اوف كانت نجم تلعب للبلاي اوف كان بيديها ضيعت فيه النقاط اللي ضيعتها في الملعب متاح نقاط كبيرة وهنا الأولاد حكاوا على سليمان وحكاوا على إطوال هذوما على الأقل فما أربع نقاط. الماتش متاع اليوم الشيء اللي شفته فريق محترم فريق واقف مليح فريق يلعب كرة مزيانة فريق كان ينجم يقلق النادي الإفريقي هو قلق اليوم خاصة في الشوط الأول بنوعا ما من الحسابات الكبيرة كان ينجم يقلق أكثر لأنه عنده الإمكانيات عنده إمكانية عنده دفاع عنده ملاعبية في الوسط عنده مهاجمين كان ينجم يمشي أكثر للهجوم وكان ينجم يقتلع التعادل من النادي الإفريقي اليوم نحي ماتش اليوم من اللي النادي الافريقي تنحكيهم بعد كان معناها عازم على النقاط وعلى البونوس وعلى المرتبة الأولى لكن الماتش ويت اللي تعداو دونك الشاب ينجموا يلوموا رواحهم بثمانين في المية قلت انت تدخل عوامل أخرى أنها تحكيم نوعا ما وكذا لربما باش أنا منكون صادق مع روحي ما تفرجش الماتش ويت كل اللي باش نشد في مباراة ولا في أربيت باش نقول هذا ظلام الشابة لا ولكن ربما كانت فما أخطاء ولكن في النهاية أنه الشابة إلى حد الآن هاو طاح الشابة ولكن لليوم نقول وقلت الكلام هذا قبل أنه من أفضل الأندية الموجودة في الرابطة المحترفة الأولى هذا الكلام قلته أنا من البداية الرابطة الأولى خسرت هلال الشاب خسرت هلال الشاب لأنه فريق محترم وفريق يلعب كرة مزيانة برشا مالوروزمان نقول ربما ضغوطات ربما أشياء أخرى خلات هلال الشاب خاصة في الرتور النتائج نتاعو تتراجع بدرجة كبيرة ياسر. عندك مضيف في خصوص الشاب باش نحكي عن هذه الفريق نحكي على الشاب شاب أنت اليوم ماشي تلعب أني واحد من الناس تفرجت في الشاب فماش مظلمة تحكيمية أنت اليوم حاجتك بماتش تجيب نقطة تقعد في الرابطة المحترفة الأولى انهزمت مقابلة النجم الرياضي الساحلي دقيقة 93 أنت فرت في المقابلة كي معنا دخلنا في أمور وما كانش فما مظلمة زادة كيف كيف تحكيمية بيلانتي كانت موجودة أنت طو هوني ما دخلناش للتحكيم احنا هوني دخلنا في الكرة كرة كرة زوز مقابلات احنا كي نشوفوا هلال الشابة مستحقة فيهم أم بوان أيمن باش تقعد تلعب وباش تقعد في الرابطة المحترفة الأولى جابت صفر نقطة زيد بالضبط عندك ما تواصل في خصوص الشاب هو اللي قلتوا الكل صحيح وديجا هو رئيس الشاب هذاك اش قال نتحملوا مسؤوليتنا دونك هما بيدهم يعرفوا اللي راهو شويه من الله وشويه من عبد الله شويه من الحنه وشويه مرتبط حتى هما زاد ضيعوا دي بوان
وعادي ذاك هو معناتها في الكرة. يا سيدي كيفاش يقولوها هي ان شاء الله عودة سريعة للرابطة الأولى بالنسبة لهلال شابة، دونك رسمي هلال شابة في الرابطة المحترفة الثانية الموسم المقبل. النادي الافريقي الفوز نتاع اليوم سجلوا حمدي العبيدي وكذلك متصل وحيشي كان حاضر في نادي صعوفية، قيس بنينة كان موجود وكان حاضر وكان تحدث متصل وحيشي. أدلا دو الفيكتوار نتاع اليوم هدف مقابل صفر أمام الشابة تحدث على مرحلة الذهاب وعلى تأهل النادي الافريقي إلى البلاي أوف في المرتبة الأولى وبنقاط الحوافز. دولي هذه أهم نقطة نسمع منصر وحيش يتحدث عليها. أنا 3 بوان تاع الحوافز هذاك أهم حاجة في الأخير، بالكل النادي الافريقي كمل في المرتبة الأولى. دونك عملنا 24 بوان في لي 12 ديرني ماتش، أحسن حصيلة في الزوز مجموعات. كي تعاود ترجع وتشوف اللي صار والكلامات والحكايات تقول نديري النادي الافريقي معناها يلعب مش يلعب على البلاي اوت ولا بعيد على المرتبه الاولى. معناها نفهم كانوا فما دي زومبيسيون فما حاجه، مي مره اخرى نعاود نقول توا قبل ما ندخل البلاي اوف راهو ما هو ساهل باش تحط جمعيه اون بلاس، فما لي بريسيون فما برشا حاجات ما نجموش نتعداو من وضع لوضع في شهر واثنين وثلاثه، مع ما فماش انشينمون دي ماتش، ما فماش مقابلات، ما فماش ريتم. فوات باسيون نتفاهم كونو النادي الافريقي ناس نعرف ما ماش حاجه جديده، كونو ناس تحب البرفورمانس تحب الريزولتا تحب، ما لازم نكونو ريزونابل. تعليق على كلام منتصر الوحيشي طارق سين؟ لا ما منتصر الوحيشي معناتها اللي قلقوا الانتقادات وقت اللي تعمل ثلاثة ماتشوات ضد بيجا وليتوال ورجيش وتاخذ ان بوان سي نورمال براندمون هذاك ممكن ميتون ضد سي نورمال باش تتعرض لانتقادات، لكن توا كي تعمل 3 ماتش وتعمل 3 فيكتوار افيك روندمون خاصة ماتش المستير معناتها روندمون باهي، ماتش رجيس ما تفرجناش برشا، ماتش اليوم متوسط، وقتها العباد باش تقول لو كلوب افريكا بدات تتحسن، فما تغييرات عطات اكلها، فما عودة الشماخي للفورما والبلاستو معناتها كاتاكون، علي العمري عطى معناتها عمق للهجوم، لاري العزوني كي رجع يلعب تحت لاتاكون وتقدم دانكرون معناتها يكون افيكاس اكثر، كيف كيف رودريغ كوسي وقت اللي يدخل مع خليل في وسط الميدان يعطي صلابه لوسط الميدان نتاع الفريق. دونك توا نقولوا الفريق قاعد يتحسن، مازال فما شويه نقاص لكن قاعد يتحسن. باش نرجعوا بعد شويه نحكيوا على نادي الافريقي لانه تحصلنا بعد عناء كبير على سي توفيق المكشر موجود معنا في المباشر رئيس هلال الشابه. مساء الخير، اهلا وسهلا سي توفيق. اهلا، مرحبا بك. مرحبا بك. مع الاسف الشديد ان شاء الله عوده سريعه الى الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. ما نعرفش كان كنت تسمع فينا ولا، لكن عندنا موضوعنا اليوم ديبان تاعنا هل هلال الشابه يتحمل مسؤوليته رياضيا في نزول الرابطه الثانيه، وكان ممكن له تفادي هذا والا التحكيم كان له دور؟ لو كان ياخذ رايك انت كرئيس هلال الشابه موجود معنا في المباشر. والله شو نقول لك، كل صدق اللاعبين يتحملوا مسؤوليتهم بمسؤوليتهم اللاعبين، بيتبقى بك ليكوليت والاربيتراج بس كنت تعرف معناتها احنا خلينا روحنا في الدوري الاخراني هذايا غير ريزلتا كنا نعرفوهم احنا من الاول، شفت انت في هذا عناسي فوزي تقلق في جرجيش ودخل باشتياري توسع معناها منتظره، فهمت الامور هذه منتظره معناها خاطر الماتش هذوما يتخدموا في الكوليس والبيع والشراء موجود، مادام احنا في جامعه اليوم الجامعه الوطنيه كره قدم هذا قابلينه قابلين اللعبه. الشاب تحت عملوا للدرجه الخامسه ونحات من الخريطه ورجعت الرابطه المحترفه الاولى، نحط نشوف شكون في الرابطه المحترفه الاولى، مش مشكله نرتاح الرابطه المحترفه الاولى، اللاعبين طايح في الجمعيه الكل مش ياخذوا ما يطور لانهم كلهم سوق كونترا يرجعوا الجمعيه البقعات لما يزيد حتى اللاعب من ممكن يزيد حتى شخص. نحن نحاول ان شاء الله ما عنديش مشكله، احنا راهو نداوموا في الشيء هذا وني سبورتيف ونقبلوا. ما هو دي اتكلم في بلاتو في اثنين في ثلاثه قال كان تحب نطيح الجمعيه نطيحها وكطيحها طيحها باللي زربيت نتاعو طيحها، مش معقول محمد المالكي عندنا قضيه معناها في الوديت ما قلت في بيتو في الكوميسيون ديتيك نتاعو موجوده معناها اخر مقابله وتجيب تحط معناها التعيينات احنا كنشوف التعيينات ونشوفوا حتى رئيس اللجنه نتاع التعيينات مضروب على ريدي والناس الكل هذيا يعمل كيما يحب يتكور وحده يجري وحده يسير شو يجري في اللي تراه ونحن نجري في المحك فك روحه تو في المحك ما احنا عندنا قضيه كبيره نتاع تعويض يمشي يخدم روحه كيما خدم هكا ما يسالش احنا ماذا بينا بون شونس بالنسبه ليكيب ناسيونال مع هو ان شاء الله يجيب لنا زايد فلوس مانيش مقلق انا بيرسونيل مون كراي الجمعيه اديت بي اتش بي الله غالب الديريكتور العام العام ماشي مير ملعب يخدينا احسن ملعبين الناس بتكون موجوده هذاك الوقت اللي خلانا الوقت
ليكيب في بادي ماليش شو باش نبرر على الاصابات وكل اللاعبيه كيما حكيت لك تحمس فيها ونحن ان شاء الله مش مشكله مانيش باش نكونوا خير من برشا جمعيات اللي طاحت ورجعت ونحن توا نرجعوا عام جاي كذا نكونوا موجودين مهما باش يعمل مهما باش يدير مهما باش يخيط مهما باش يغرز وعارفينه وان شاء الله في القريب 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 سوى هي قد ما يتجبر ويطلع راه مش باش يقف قاعد يتاكد من روحه ومش ماشي معناها ما ينجمش يواصل الرياضه هذه عار على الشرق اللي عم فيها هو وصلنا للفريق هذه هو انا صار اشوف الشاب اللي بيلانتي ديما في الدقيقه 94 قدش بيلانتي احنا في بيلانتيات صحيح احنا ما نخليكش انت اربيتر تتفرج ما تتلق في الاخر مش تعمل مش تعمل حتى شيء احنا 11 نلعبوا كونتر 14 هذاك التريو تاع الاربيتراج وانا مالوزمون كراي الجمعيه انا 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 كونتر توس انت اليوم تلقى عنده الطبار والزكر والدريكسي تلقى عنده واش جمعيتي غارزو ويهبطك قبل الثلاثه ايام يقول لك جاي اوفر ويقول لك راهي الوضعيه وفات وراه صحيح احنا قابلين اللعبه ما يسالش سي توفيق فقط خليني نتفاعل معاك هنا فوالا بالجماعه اللي معاك هذوما اللي تحط فيهم معناها انت تبلاسي فيهم كيما جوكريت معناها عيب في الكوره راهو ما يجيش شيء احنا اليوم تكره الكوره تكره الرياضه معناها تقول شنو هي خيرتها تو في الاخر بكل شنو معنا فرحانين احنا شنو الشاب تاعك انا اكد لك هذه الشاب انا ماليش مقلقين لانه عملنا ولا تعبينا على كامل ازمه ورجعنا ويعرفوا هما يسمعوا فيا ويعرفوا احنا رانا باش نرجعوا باش نرجعوا من غير مزيتو مهما يعمل مهما يدير مهما يتجبر رانا باش نرجعوا هذا يلزم الناس كلها تعرف وعادي نلعبوا ممكن تو كي نلعبوا في رابطه محترفه ثاني انضف من الرابطه هذه اللي قاعدين نشوف فيها وما لي تون بريزونس وما الشيء اللي قاعد يعمل فيه راهو عار راهو عار على الكره اليوم في تونس راهو ما يصيرش راهو ما عندنا من سوق لبرا ما عندك ما توري ما عندك ما تحكي على رياضتك ما تنجمش تقول انا كلاسي ما عندك ما تعمل لا عندك ليكيب ناسيونال ولا عندك حتى شيء تلم الدنيا في الفلوس انت راك جامعه ماكش متاهل باش تمشي تقول انا لما تجيب 20 و30 و40 مليار تعمل انت مليار فلوس سي توفيق سي توفيق فقط خلينا نتفاعلوا شويه مع بعضنا سي توفيق من عشك تسمع فيا هنايا انت لمحت لي ثم شويه تلميحات وثم زاد كلام معناتها مباشر وواضح لمحت لي المعطى الاولاني هو في المسير انه سيد فوزي بن زرتي غادر الميدان وكان غشش هذا تلميح في علاقه بنتيجه مباراه الاتحاد المنصري وترجي جرجيس قلت لي مخيطه ومغرزه وقبيله كنا سمعنا لك تصريح بعد المباراه قلت انه النتائج هذوما كلنا نعرفوهم قبل من البارح الناس كلنا نعرفوا انه النتائج هذوما اللي باش يصيروا هل هي مخيطه اليوم جوله اليوم سيد توفيق؟ كان خيطة ما تفهم نحن عارفين راح الرجيش متسيب لسليمان هذه معناها معروفة ما عارفين من الأول باش اثنين ما يلعبوش بلاي أوف عارفين شو اسمه بالنسبة للمسيرة أن فوزي بن زرتي ويسمع فيه حكيت معاه مرتين ثلاثة ونعرف فوزي من مغلوب على أمره نعرف فوزي وكا فوزي تعرف قال لك البسيات قال لي 10 15 دقيقة وما عرفش من لعبيته هو بيدو قال لك في الكوليس يلعبوا لي معناها يعرف أن فوزي حكيت معاه قال لك يلعبوا لي في الكوليس معناها عارفين اللعبة هذه تو شوف ماناش اليوم باش نطيحوا من قيمة أنا فرحان لجديد يعني هما بيدنا نعانيهم ساكن هما بيدنا نربحوا ساكنين في النوشة وفي البلاي أوت ربي يسترهم معناها خاطر أنا رئيس جديد حكيت معاه الأسبوع هذايا مرتين ثلاثة معناتها لا فيريتي وزايد حتى الريزيرف نتاعو نحاول وكل بيتبقى راهو اليوم الجامعة كيما يقول لك هو يطلع يهبط يحط اللي يحب مبرمج شكون باش يعطي الشامبيونات شكون هو يبرمج راهو عنده أكل ما تنجمش تكون اليوم اللي زاربيتر تحكم فيه بطريقه هذه شكون باش تهز البر شكون باش تدخل هوني شكون انا اللي زاربيتر فما اربيتر فيه ما نعرفوش زاربيتر يظفر هذوما فما اربيتر انا معناها ما كلمنيش في التليفون فما اربيتر ما يقوليش انا ولد المنظومه ما معروفين هما مضروبين على ايديهم انا الا غالب هذاك هو يحكم فيه يهز شيء ويجيب كيما يحب هو اليوم رانا نحن ما عندناش جامعه تونسيه كره القدم عندنا بانديه في كره القدم عندنا اليوم ما تنجمش راهو ما عندناش كرة قدم ما احنا ابكي عليها كرة قدم برا تفرج برا وبرا شوف حتى في جيراننا ما عندناش كرة قدم في تونس عندنا شخص قاعد يسير عندنا شخص انت كلمة مرة فايتة قال لك انا بعد 20 دقيقة انا ربحت رئيس الدولة عيط لي رئيس الدولة انا هو اللي طالب مني رئيس الدولة يقرق بيه طيب يقرق بيه انسان هذايا اليوم راكب مخه انسان اليوم يخمم كم يجيب فلوس انسان يحب رئيس حكومه يحب رئيس دوله يمشي يا خويا يخدم السياسه ويكمل يخدم الكوره مبروك عليه احنا موجودين في الرابطه الثانيه في الرابطه الاولى في الرابطه الثالثه نحن نلعبوا في الكوره في الكوره احنا عام اللي كنا في الناسيونال بي وكنا في الناسيونال سي تو موند سي طلعنا قبل خمسه جولات ولعبنا الكوره للكوره الناس كلها تعرف العباد كلها تعرف اليوم عنده اربع او خمسه رؤساء جمعيات يمشي فيهم كيما يحب ويلعب كيما يحب هو يا خويا عيب وفما رؤساء جمعيات مين نجم يكونوا كل شيء كرئيس جمعيه معناها مراهقين ناس تجيك معناها بمعنى عمين يعملوا ما تجيش تصورهم في ذلك واخويا بصحته وما يسالش راهو اسمع رياض في الوقت كان طوله واحنا مستانسين انا ريتو كومبا بار ديفولت كومباتون ونحن قاعدين موجودين في الرابطه المحترفه ما زلنا ورانا مش نحاربوا بجميع الطرق
والايام القادمه تو نوريكم برشا حوايج. يعطيك صحة سيد توفيق المكاشر. فقط هنا سؤال أخير يفضلك، لو كان خاطر ما عادش عنا برشا وقت، مازلنا ثم مباريات أخرين باش نحكيو عليهم. قبيلة زاد في نفس التصريح اللي سمعناه قبيلة شوية، كنت تحدثت على عدد من الرؤساء الجمعيات، أنت توا قبيلة شوية حتى في المداخلة هذه بدا قلت ثم أربع خمسة جمعيات مشكي فيهم، معناتها بما يسمى في المنظومة والناس الكل تخدم مصالح بعضها. قبيلة شوية زاد كنت تحدثت على رئيس النادي الإفريقي يوسف العلمي، ثم نوع من التلميحات الحقيقة اللي ما فهمناهاش، لو كنت نجم تزيد تفهم هنا أكثر توا في المباشر. شوف أنا ما يعني نيش رؤساء جمعيات زي ما تحكي لنا، كل هو عندي رؤساء جمعيات هو معينهم، هو حاط هو يخدم به وهو اللي يتصرف فيهم وهو اللي يقول لهم قدموا قدموا واخر واخر واعملوا اعملوا. معناتها اليوم الناس هذه مغلوبة على أمرها، الناس هذه تسلك في روحها معه، الناس هذه نهار تبى وديع يمشي المرمجية أول ناس تشمت فيه، الناس هذوما لدين لمن أكثر منه. أنا ما يعني نيش الناس تحكي لنا منك اليوم، الرياضة مش هذيك الرياضة، الناس حتى المواطن حتى أي إنسان يتفرج في الرياضة راهم يحبسكم بالطريقة هذيك الرياضة. اليوم انتهت الرياضة، اليوم اغسل على يديك الرياضة في تونس، ما عادش حنا الرياضة في تونس، ما عادش نجم تلقى ملاعبية في تونس، ما عادش نجم تلقى حاجة تشرف حتى بكيف ناسيونال برا. اليوم الرياضة هي رياضة وديع، هي اليوم البطولة بتاع وديع، هي معناها احنا نعيشوا تحت العرش بتاع سي وديع، وهو حب يبين للناس كونه هو قوي. هو اليوم بالطريقة اللي عملها الشابة بين كونه أضعف منه مثل ماش، وكونه مش قد المسؤولية، وكونه من يجبش يكون رئيس جامعة متاع كرة قدم اللي شدوها برشا من الناس قبله، ولا شرف كرة قدم توسي. أما ميسير ما فما حتى مشكلة، الكرة كيما قاعد نحكي معك تو تنظاف، اتأكد كوني مش تنظاف. يعطيك صحة سيد توفيق المكاشر رئيس هلال شابة، شكرا على تدخلك معنا. نحيي لي أنه في وضعية صعبة كيما هكايا قبل أنه يدخل ويتكلم في المباشر. على كل ناخذ وما نعرفش كان جاهز نتائج التصويت نتاع الموضوع نتاعنا في التاكو داكو، قبل نحكيو على نادي الافريقي وبقيه المباريات. دونك موضوعنا هل هلال الشابه موجود في الرابطه الثانيه كوره والا تحكيم؟ نتائج حاضرين والا لا يفضلكم؟ فوالا نتائج متقاربه، 49% يقولوا تحكيم، 51% يقولوا كره قدم. نواصلوا نحكيو على نادي الافريقي. دونك نادي الافريقي عمر جمال موجود في الصداره، تاهل الى البلاي اوف وضمن نقاط الحوافز رفقه الترجي الرياضي التونسي، ثلاثة نقاط باش يبدا بهم في صدارة الترتيب البلاي اوف. ويستحق، خلينا نحكيه على ثلاثة المقابلات الأخيرة اللي قدمهم النادي الأفريقي بصراحة ضد المنستير، كانت مقابلة كبيرة. اليوم بون ما كانش فما ما كانتش مقابلة كبيرة، لكن أهمية معناها المقابلة وأهمية معناها النتيجة، أنه واحد بلاش يفوز النادي الأفريقي بصراحة نتيجة تخوله، أنه في الصدارة معناها في الصدارة ويمشي بنقاط الحوافز. وتعرف أيمن وحكينا برشا مرة توني وقلنا راه مهمة برشا نقاط الحوافز، على غرار مثلا النادي الافريقي اليوم مشي بثلاثة نقاط. المستير أنه حكينا عليه برشا مرات، قلنا بعد معناها التريف ملقاش روحه معناها ملقاش ليروبر امتاعه وصارت برشا مشاكل. النادي الافريقي عموما يستحق أنه معناها يمشي في المرتبة الأولى على شفناه على تيلة معناها المرحلة هذه، و وان شاء الله معناها يقدم على الوجه اللي شفناه وتحلى البطوله، خاصه كيبدا النادي الافريقي والنجم الساحلي والترجي والصفاقس ديما يبداو في افضل حالاتهم، نشوفوا معناها بطوله بصراحه ممتازه وبطوله معناها بالحق نجمو نتفرجوا فيها. هيك ماشي صحيحه هي في انتظار نشوفوا شكون، هل سيكون النادي الصفاقسي ولا الاتحاد الطاوي في البلاي اوف؟ تبع شويه يكون عنا تابلو نتاعنا ان شاء الله كيفاش يكون البلاي اوف. النادي الافريقي اوبجيكتيف التاهل المركز الاول لنقاط الحوافز، هدف حمدي العبيدي اليوم اللي تحدثنا عليه عديد من المرات، ونادي الافريقي هايل في ثلاث المباريات. بونتو صناعيه نتاع حمدي العبيدي، حتى سونتراج محلي نتاع اسكندر العبيدي بالمقاس بالمقاس قال الاخر، واللي حتى في اللوبوزي عينيه محلوله، طلع وعمل دي تونت عيني محلوله، هدف جميل جدا. فما مهاجمين عينيهم كي تجي الكره سكر عينيه ما يعرفش وين تمشي، اكثريتهم والله اكثريتهم. انت يا كيكه تضرب براس انت والله، ديفونسور ما تلومش عليه، يغمض عينيه ويشوت بالراس خليها تمشي. اما اتاكون كي تطلع تعمل دي تونت يلزمك عينيك تقعد محلوله وتشوف وين باش تحطها. حمدي حط الكره في الزاوية اللي حتى الجارديان في إشكال كونتروبي، وحتى في لوبوزي ممتاز. بونتو حلو حلو برشا. ثلاثة ماتشات الاخرانيين لكلوب أفريكان تتحصل على 9 نقاط، سي بلافون. ماتش لمستير ماتش صعيب، تمشي للجرزيس ماتش تيوح وماتش صعيب، والشابة ماتش أصعب وأصعب. دونك برافو
بالنسبه للتروا ماتش، للتروا ماتش اللي قبلهم تحصلت على نقطه نادي الافريقي، هذاك علاش هما انتقادات. وقتها يلزمنا نتكلموا عن نقايص، توا بعد 9 نقاط يلزمنا نتكلموا على نادي الافريقي في فورما، ويلزم منتصر يقبل الشيء هذايا، يراني في جمعيه كبيره يلزم يقبل النقد. وقت اللي الامور ما تمشيش لازم يكون فما نقد، وقت اللي الامور ماشيه برافو، خاصه وانه منتصر عنده توا متسع من الوقت، عنده عام ولا اكثر يخدم في الكلوب افريكان، دونك يعرف صغيرها وكبيرها في نادي الافريقي. لكن قال هما التاثيرات نتاع معاش ونادي الافريقي راهو الى يومنا هذا قاعد، راهو قال ماهيش سهله الحكايه نتاع معاش في السنوات القادمه، اللي هو شنو ما تستسهلوهاش، اللي هو شنو المشاكل اللي صار مع الهيئه السابقه وعبد السلام اليونسي ربي يرحمه. توا ايش نقول لك حاجه، نتكلموا بالواقع. الملاعبيه محميين، رواتبهم مريقله، يدربوا في ظروف طيبه، وملاعبيه باهي، وانت عندك عام تخدم معاهم. مشاكل المشاكل نتاع الفيفا والوحده هذيك، عندنا اداره تتلهى بهم، انت تلهى لي بالتيران، دونك ما ندخلوش هذا في هذا يعيشكم. والشعبوية ما نحبهاش، وماذا بيا منتصر يركز على الخدمة نتاعو، ونحبوا يهز البطولة السنة بصراحة. الكلوب الافريكان حاجة الباهية، ليه ندخلوا في هذه وهذه، نقعدوا 20 سنة احنا عايشين على سليم الريح وعبد السلام اليونسي. أنت ماذا بيك منتصر يهز البطولة ولا نادي الافريقي؟ خاطر تحب نادي الافريقي. نادي الافريقي بطبيعة الحال ونحبه هو ينجح، نحبه ينجح، لكن ما تلهيش بالشعبويات يا خويا. هاو شنو نقعدوا 20 سنة خاطر عبد السلام اليونسي نحن، وفيت الحكاية سي، وعندك عام تخدم، وعندك افكتيف طيارة ومحلاها ومزيان، وعندك باش تزيد الدعم. باهية الكلوب ماهيش خايبة. باهية ياسر. جروسو مودو. باهية مش خايبة. دونك تلهوا بالخدمة. تلاقوا بالخدمة، توا عندك 3 نقاط حوافز، مطالب انك تلعب من اجل البطولة لاكثر ولا اقل. ياك ولا عمار فما حاجات حلوين، الشماخ يرجع اون فورم، عندك الدبلور حمدي العبيدي الوليد محلاه، عندك اسكندر العبيدي في اللاكس ممتاز وعلى اليمين ممتاز، كوسي في الميليو ممتاز وفي اللاكس ممتاز، لاري عزوني لاري عزوني ما شاء الله عليه. دونك عندك راهو عندك مجموعة محترمة، توظيفها يقعد على خدمتك انت، وان شاء الله معناها نشوفوا نادي الافريقي في البلاي اوف يكون افضل واحسن. نادي الافريقي فاز على هلال الشبه دونك هدف مقابل 0. سليمان تفوق على مستقبل الرجيش، مستقبل سليمان ضمن بقاء رسميا دون لعب البلاي اوت، انتهى الموسم تاع مستقبل سليمان. بون مازال فماك شويه مباريات نتاع الكلاسمون، تم تطور الفريق معايا من زلفاني. بالنسبه للرجيش دونك رسميا كمل الموسم في المركز الرابع ولم يتاهل الى البلاي اوف، كان هذا متوقع ومنتظر. يمن الزلفاني مدرب مستقبل سليمان تصريحه في ميكرو زميلي حمزه المغربي كان حاضر اليوم في ملعب سليمان. 10 نقاط لميناهم تخلي مستقبل سليمان المكان الطبيعي، خليت مع مشايف عم ناول في الترتيب الرابع. اليوم منعنا من تفادي النزول ومش نلعبوا معناتها البلاي اوت، هذه حاجه باهيه باش سليمان تعاود تراجع برشا حاجات سورتو سو لو بلون تاع لون تيرم تاع لا سيزون، باش تقعد في المكان الطبيعي نتاعها. هذا من الزلفاني مدرب مستقبل سليمان. تو نرجعوا باكثر تفاصيل على سليمان وعلى التطور اللي عمله مع يمن الزلفاني خاصه في مرحله الاياب. بالنسبه لمستقبل الرجيش انيس خير لاعب ترجي لاعب مستقبل الرجيش نسمع تصريحه. الاوبجيكتيف نتاعنا الاولاني بلاي اوف، كل العباد مش ما ركزتش في الحكايه هذه من اول العام للجورنيه الاخرانيه، رانا رجيش ما طحناش من تحت تروازيام بلاس، معناها كنا ديما دوزيام تروازيام، دونك الاوبجيكتيف الاولاني كان هو البلاي اوف. في اخر الجورنيه دارت علينا شويه الكوره، لا غالب هذيك الكوره ما نحشموش من السيزون اللي عملناها، براتيكمون من احسن الجمعيات في كل شيء، من معناها من جميع الناس كله معناها تحكي على الشيء هذا. هذا انيس خير، هذوما تصريحات مباراه مستقبل سليمان ومستقبل الرجيش، دونك نذكروا فيت هدف قبل 0 لسليمان. نخرجوا فاصل صغير ثم نرجع نحكيوا على النجم الساحلي وتعادلوا 2-2 مع الاولمبي البيجي. على اي اف ام احلى راديو. اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد في سبور بلس. تواصلت غير الدرجين توسيش نحكيوا على ليتوال في مرحله الاياب. شيفر دو جور عمار 4-3-0 هزيمه، جمع 15 نقطه من خلالها تاهل الى البلاي اوف بعد ما كان في المركز قبل الاخير. ما نساوش المعطيه مهم جدا انه في مرحله الذهاب كان في المركز قبل الاخير، نجز للمركز الثالث وتاهل الى البلاي اوف بنقطه واحده حوافز خلف الاتحاد المنصري والنادي الافريقي. اليوم ذا يجي بعد التعادل 2-2 مع الاولمبي البيجي بعد ما كان متفوق 2 مقابل 0 عمر جمال. خلينا نقولوا بالرغم من الصعوبات اللي تعدى بها النجم الرياضي الساحلي، وبالرغم الظروف ونعرفوا الناس كل المشاكل اللي قاعده كل سواء على الظروف الماديه ولا حتى على الظروف معناها الكرويه، النجم تعدى برشا مشاكل برشا حاجات. اليوم مقابله بصراحه مقابله امام الاولمبي البيجي
أنك مطالب أنك باش تفوز باش تمشي وباش تهز نقاط الحوافز، أنك تتعادل وبالطريقة هذيك. يعني بغض النظر أنه نجم رياضي الساحلي رجع من المرتبة الأولى ولقى روحه معناها ترشح من المرتبة الأخرى، لقى روحه معناها ترشح للبلاي أوف، لكن فما حاجات فما أداء رانا نحكيه معناها على برشا مشاكل صارت. راهو الأداء نتاع نجم رياضي الساحلي اليوم ما نجمش أني نلقى بصراحة، ما نجمش نلقى كي باش نحكي كرة نحكي على أحسن معناها توا إلى حد الآن نجم رياضي الساحلي لقى ليكيب اللي باش تلعب تيتولير معناها، ولقى ال11 ملاعب اليوم ما لقاهمش لا لومير ولا لقاهم الأسعد الدريدي، نحكيوا على الجمل نحكيوا الأسعد جردة الأسعد جردة وكيف كيف اللي قبلوا الدريدي، نحكيوا على الجمل بن عزيز أبو غطاس كشي لعوافي مبي بعايو زدام المساكني العمري والضوي، هذوما معناها أحسن ما فما في النجم رياضي الساحلي. اليوم نجيو في سوسة مقابلة مصيرية ومقابلة حاجتك بها أنك معناها بالمردود هذاك المحتشم، وما نبداوش نرميه في الأعذار ونقوله هاو في رمضان. وجمال الخوي راك تلعب في المنتخب التونسي حارس ممتاز، عندك برشا معناها من اللي جيت للنجم رياضي الساحلي وتعرف الأجواء وتعرف الظروف في سوسة. اليوم بالفوت هذيك بصراحة ما في 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 ملعب اوكي نعرفوا ملعب خايب، لكن ما تنجمش تضرب كره بال 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 بسخك معناها تحب ديجاجي، وانت تعرف سمير لازمك تضربها بالانتيريور باش تمشي مليانه اضمن اضمن، لكن بالاكستيريور صعيبه ياسر، هو جوار مش جارديا يغلط فيها الاكستيريور، عملها مودريتش البارح بالاكستيريور خرج ولا كلفتنا كلفتنا غالي يعملها نجم رياضي الساحلي بصراحه نجم رياضي الساحلي اذا كان باش يمشي ويلعب بالمردود هذايا في البلاي اوف اني ناكد لك ما عنده وين يوصل امكانيه انه استاد سوسه يحل وحلك استاد سوسه ويحلوا لك حتى ملعب برشلونه. النجم الساحلي بالاداء هذا ما عنده وين يوصل، بالاداء اللي تفرجنا فيه اليوم مقابله الرجيش كنا والناس كل قلنا جمهور نجم الساحلي النجم القى الثنيه صحيحه والملاعبيه تجري والملاعبيه معنا جابت بالحق الماتش، لكن اليوم بصراحه حاجه تحشم وموش هذا النجم الرياضي الساحلي راهو اللي نستناو فيه واللي معنا باش يمشي لمرحله البلاي اوف بصراحه. الاولمبي البيجي بتعادل هذايا باش يلعب بلاي اوت مع ترجي جرجيس، ما نعرفوش كان ينجم يعمل خير ولا لا الاولمبي البيجي، ما عادش عندنا برشا وقت خاطر باش نحكيو على مباراه ترجي جرجيس والاتحاد المناسيري. دونك بالنسبه للمجموعه هذايا رسميا ترجي جرجيس والاولمبي البيجي باش يلعبوا بلاي اوت، في انتظار نعرفوا زاد شكون السادس والسابع نتاع المجموعه الاخرى باش يولي هيت. خنذكروا مساج مره اخرى انه بلاي اوت يلعبوا فيه اربع جمعيات باش يطيحوا زوز وباش يمنعوا زوز، يعني اثنين ثم اربعه باش يطيحوا للرابطه الثانيه. ديجا عرفنا الشابه وحمام لنف البلاي اوت زوز منهم باش يطيحوا، والبلاي اوف كما نعرفوا الناس الكل دونك تحدثنا عليه عديد من المرات. به المباراه الاخيره ترجي جرجيس والاتحاد المناسيري طارق سالم، هدف مقابل صفر لترجي جرجيس، هل فاجاتك نتيجه هذه المباراه؟ نتائج الجولة الكل فاجأتني. اسمعني الترجمة النتائج لم تفاجئني. النتيجة الوحيدة بون نتيجة الشاب والكوب افريكان لوجيك معناها كوب افريكان في تونس لوجيك. نتيجة ليتوال وباجا هي اللي ماهيش لوجيك معناتها هي اللي نورمالمون نستناو في ليتوال باش تربح أكثر. مين النتائج الأخرين نعرفوهم عندنا الجمعة رجيش عملت كومينيكي الراجل الملاعب يقول لك احنا الأوبجيكتيف نتاعنا البلاي أوف والهيئة تقول لك ما نحبش نمشي بلاي أوف نتاعنا مش بلاي أوف. خويا ثبتوا لنا يحكم ولا المرة الجاية حطوا ملاعب يتكلم في باله بالحكاية الكل دونك في باله بالطريزة بصراحة بالنتائج الكل وكاو باش نهدي اعصابي. ترجي جرجيس باش يلعب بلاي اوت مازال هو مضمونش البقاء نتاعو، لكن اجل كيما نقولوا عرفتك في الباك تحت كونترول معناتها ثم امكانيه انه يدارك الامور عنده امكانيه التدارك بطبيعه الحال في بطوله مصغره فيها اربع فرق اي، لكن زاد لعبه باش تاكل بعضها فيها شو كل ماتش بدمه كل ماتش بحسابه بلاي اوت بلاي اوت. تحب تحكي على هزيمة الاتحاد المناسيري اللي تأهل في المركز الثاني حقق الهدف نتاعه اللي هو تأهله إلا فوز ترجي جرجيس، ولا زاد عنا ما نعلقوا في الهدف تنشوفوه تو في المباشر معنا هدف الحقيقة يسأل عليه حارس المنتخب الوطني التونسي الخرجة نتاعه الكومبورتمون ديفنسيف نتاع لاعبات الاتحاد المناسيري. شفنا غضب سيد فوزي بن زرتي اللي قطع الحكم ورقة حمراء كونش المباراة، لكن في كل الحالات بهتة نجموا نصفوها ببهتة من بشير بن سعيد سمير. Thank you.
اي يخوفني على ليكيب بيرسونال نتاعنا احنا. يحكي عمار قبيله على الجمل والهفوه اللي عملها مع ليتوال هذه، بشير بن سعيد جمل حارس منتخب وبن سعيد حارس منتخب، غلطه كبيره ياسر الجمعه الاخرى في بنزر الدحمان كيف كيف بالاريتي تفرج فيها يخوفنا يعني عليك نخافوا على نجمو نتهنيو على ماتش فرنسا مع مبابي وبنزيما نجمو نروحوا فرحانين ان شاء الله يراجعوا امورهم وتحسن المردود نتاعهم. في كلمتين بالنسبه للمستير، التأهل إلى البلاي أوف كان منتظر ولكن كذلك خيبة أمل كبيرة وتراجع المستوى في الجولات الأخيرة. صراحة نتكلم في واقع تراجع رهيب رهيب وكبير ياسر مستير راو معناه في الجولات الأخرى ما أنا واحد من الناس ما عقلتهاش بالكل. دونك هذاك علاش اللي خلى ربما الهزيمة في جرزيس منتظرة، وباعتبار أنه منير راشد الجمعة الأخرى بعد هزيمة نادي الإفريقي قال مازال عنا ماتش الفرصة الأخيرة، معناها ماتش الفرصة الأخيرة بالنسبة لهم هما الانتصار والانتظار، لأنه يعرفوا أنه الشابة عندها ماتش صعيب في رادس لازم يربحوا ويستناوا نتيجة من رادس، ومشيت الأمور كما حبت جرزيس. ولكن ما نجمش اللوم برش على جرزيس، ظروف اللي صارت فيها البراج اللي لعبوا مولد صغار يلعبوا بغير أجانب، استناوا الميركاتو متاع شتاء بجانب أجانب، لعبوا البراج وديركتومو بعد من هارين لعبوا جولة الأولى بالبطولة، هل كلها تأثر على جرزيس. لكن نتمنى أنه نتائج متاعهم في البلاي أوت بسيغتو يتحسنوا ويرجع جرزيس معناها يأدي الأداء عليه. لكن ماتش ما هوش مكان السهل بكل بالنسبة الجرزيس مع نقاط استفهام لمردود الاتحاد الرياضي ان شاء الله يدارك الاتحاد المنصيري في البلاي اوف. دونك نعملوا طلع على البلاي اوف كيفاش باش يكون، تاع الجرافيك يخرج. دونك الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي 3 نقاط لكل فريق، خلفهم في المركز الرابع باش نلقاو او بلوتو مركز الثالث اتحاد بن قردين والاتحاد المنصيري 2 نقاط، نجم الساحلي نقطه واحده، ومازال مكان ما بين النادي الرياضي صفاقسي واتحاد تطاوين باش يكون في كل حالات عندهم نقطه واحده. هذايا كيفاش باش يكون لو كان غدا تبدا البلاي اوف، معناها في الجورنيه الاولى باش يكون الترتيب على النحو التالي، مع العلم انه رسميا البلاي اوف اليوم جامعه تونسيه لكره القدم تقول انه باش يبدا يوم 28 افريل المقبل، يعني بعد تقريبا جمعتين من توا. فوالا بالنسبه للملاعب الكلهم باش يتلعبوا في ملعب برادس، في ملعب مصفى بن جنات، وفي ملعب الطيب المهيري. دونك ما فماش مباريات في ملعب بن قردين، وامكانيه لعب مباريات كذلك في ملعب اولمبي سوسا في صوره ما كان جاهز. فوالا اولمبي سوسا، هذا الكل باعتبار انه ثم الفار والملاعب بالكل معناتها ماهيش مهيئة باش تستضيف الفار. كذلك زاد على التصوير نتاعنا باش نسوقوا خاطر يوغا دي ماتش شوك ودي كلاسيكو مش تعدي، فهمت شنو هو مش تعدي في ستريمينج كنت على التصوير انت تو في قناه الكيس. بالك بالك اللي ذاع والتلفزه تاخذ لنا يا خويا ماتشوات باش نجموا نتفرجوا ان شاء الله. والله هاوسي وديع مره اخرى قال انه رئيس الدوله معناتها متحير وباش يدخل بقوته باش يتعدى الماتشوات في التلفزه ان شاء الله. هذا ما تمنيه يا خويا، تمنيه خويا هذا ما تمنيه زاد انت تعرف سالم ولا نتفرجوا خلينا نتفرجوا اي على الاقل نتفرجوا يا خويا. تطرق الاخرى من تشيلسي والريال واحد فدينا منهم يزيد ما لازم تتفرج اليوم عندك ماتش ما فماش مش لازم تتفرج فيه. لا لازمنا حل والله سيريوزمون، لازمنا حل لا لا ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي. والله لا عندي معلومه مش تقولوا هذا قاعدين قولوا لنا خلوا عاد يبيعها التلفزه تبدا ثم حاجه جديده حاطها التلفزه معنا الضيق اللي في الدار خلينا نبيعها ونرتاح يعني نبدا نستنى في الكوره وخايف تفرج في ماتش كور محلاه تصويرها بطع عمر جمال مره اخرى. التلفزه فيها الكيس البي سي فيه ليتوال والتلفزه فيها الاسبيرانس وثم بورتابل فيها ماتش الكلوب الكلوب وجرزي ملتي بلاكس. يعطيك صحة عمار، يعطيك صحة طارق سالم، شكرا تامير السليمي، شكرا لكل كنتوا في المتابعة وفي الاستماع. ملتقانا غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. شاهية طيبة. EFM Sport Plus سبيسيال رمضان مع أيمن زروق على EFM أحلى غديو.